هنا عندي كيلو لحم مفروم، أضفت له بصل مفروم، وراح أضيف له بقدونس وكزبرة وشبت مفروم وفلفل حلو مفروم، وبعدها راح أضيف بهار أو البزار العربي والبزار الأبيض. راح أسوي مكس للاثنين وأضيفهم للحم المفروم. أنا أضفت هنا من كل بهار، تقدرون تستخدمون فقط البهار العربي راح يغليكم عن البهارات، بس أنا حابة أعزز النكهة لأن هنا موجود الطماطم المجففة والمطحونة مع نفس خلطة التندوري، أبغى الطعم هذا يطلع. وهذا البزار العربي مرة مهم وبيكون يدك اليمنى بالمطبخ.